شوفها عايز عينيها ازاي؟ عينيها صح، عينيها بتتكلم، عينيها بتحلم، عينيها شغل، عينين اللي صنعتها بالظبط. النظر والحلم واللي جاي والجمال والحق والخير. عايز اقول حاجه قبل ما نجيب الاستاذ سميع عباد يقول لنا عصيله جميله كتبها عزيز حبيبنا سمير عبد الباقي. في صمت الأنداء
مدارس السباحين المخفية وجوههم ورا أقنعة إنسانية يتسلف ويرقص ويمص عروق يخدعنا بأناميل وسرنجات متنكر في ثياب بيضاء على شكل ملكة ويقطن بلسان التجار والخواجات يهرب بالكذب حروقك يفتف كل تخصص وبكل تعالي وتفاني ينفذ خطط الفشل الوطني وأزمة المصريين. وأنا عارف قدام مماليك الترك وفرمانات الفيروس ولوائح الغدر السرطاني وأكياس الدم المتلوث ببلوى عيوني شايف جواتك رجعة من برية سينا المنتهكة أشلاء بدون أي رضا جوي أو جرح دام أتحامل خيالات الماضي أحاول أحفظ أسماء الشهداء خفوفي ما تلحقش طيارات الغدر الخاين ما بترحمش بتشتم في الرمل الجمر المتحم أو لب المتحمش وكل اللي بيجتمع فرافيت الدب الكسلان وحسن قرن الفول وريحانة ومرجانة ومشمش وابو علي والقرد وبنت السلطان ولا بتفرقش ما فين احلام الانس وهفوات رجال الجيش المنصور كان خيالات من بطن وقش الضربة الاولى سجل وجمال الريفي محبوش كانت سكك العتبة الخضراء مسدودة بفتوع الخردة وخطب الكاسة العدواني والأنفاس الدالية بازت محدودة ولا بتفرحش مش قادرة تجمع صرخة حزن أخيرة في شهة راحة تبعت بيها السالت رفض على استحياء كل مداخل وساحات الوطن المهزوم جرداء مهدودة استمع عليها الباعة الجوالين تجار البادة ولصوص الأعضاء أساس تحليل الدم وأساتيز تحليل الأنباء النصابين بشواذ القلع الجنسي وشواذ الجشع الحس البهوات حضرات البياعين الفاكين من أرقى غرس العين والفنانين والشعراء الكرم سمصرة خطط السن المأمورين لصياغة روشتات الأدوات أطباء الجهل السعداء بالفرص الذهبية لبطولة الفيلم هزيمة يونيا السابع والستين الهيكة بني أدمين في طروات المستشفى الميري دهنان زوجان من أبناء المأهورين التعساء بيلقوا طول الموت ويدسوا السم لأطفالهم بعصير التوت وانتي ما بين الدور الرابع والإنعاش للساكت الكوني كأن العالم يستاهل بتأوحي القلب المتهاجم والنفس المتهاجم وكأن الشبابيك المفتوحة لسه بيشوف مصر بجد والشعر مازال بيلاقي صور وحروف بالثاني وكأن الإنسان اللي لسه في قلبه ذرة إيمان بالنصر مش ميت خوف من نبأ العاجل تاريخ وظلام الصمت القواتل في سراديب الحق الضايع بيماطل ويجادل ويحاول يتحالى في تقارير الماضي بحواديت الإيمان في أمل الغفران في تقاليد الموت العالي السهل البخلان والحزن الإنسان علي حارمني من رحمة الجهل مستفتر طعم الرحمة على بلادي وأولادي مصمم يهزمنا جميعا ونهائيا عرش على باطل على أقل من مليون ولآخر حد وكأننا ما زلنا أحياء على رجلينا ماشيين على لبن بدنينا بنحب